بناف خدای معصن و دنوان بیناری تغیزدان پی خوش حالین جره که دیدری هاتین خزمتا داد گل سیده فؤاد و برای نبیل بو پیشکش کرنا بریکاناش برکرنا صورت الکهف راستی بیناری تغیزدار دمه مزر خود به قرآن بیروز داد گین ام مینین من دهوش چنکه قرآن بیروز دمه جبرائیل علیه السلام بو پیغمبر ما اش اسمانا نازل کیدی و بو پیغمبر ما نخاره انجام داد جبرائیل علیه السلام بی باشترین ملائکت یعنی هر وقت بجن بی سرو که ملائکتان هر دیسان دمه کو رب العالمین اف قرآن ها بو پیغمبر ما محمد علیه الصلاة و السلام ورا کیدی انجام داد پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام بی سید الانبیاء گلوی چند داد دمه رب العالمین اف قرآن بیروز بو امت اسلام ورا کیدی انجام داد امتا پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام بخير الامه گلوی چند داد دمه رب العالمین اف قرآن ها تهیو رمضان دا ورا کیدی انجام داد فهیو ها بی باشترین هیو نو دوازده هیوان دا هر گلوی چند داد دمه رب العالمین اف هیو ها کو شفا کا بیروز دا نازل کیدی کو شفا لیلۃ القدر انجام داد اف هیو ها اف شفا ها بی سرپش کا همیشه و نه همیشه فی دنیا دا بینر تغیزدار اگر اف قرآن بد و هر تشتی کی به وحات گیری دانه قدر اخستی ام چت بیجین اگر اف قرآن ها بیت دلت مدا و ام عملی و کار بگیرنه ببگین اری باش ام دمین کسی چوا ام دمین کسی نمونه ناف جواکی دا هر دیسان جی جواک دی به جواک اکی نمونه جبر گلکی اب شک دارین ما اگر خود حس کت ام دست برنامه کین جبیر نکین جی کو برنامه ما شوانت اک شنبا و سی شنبا و پیشنبا دست بید کت اینو که جی پرایز وده کرم کین گر پشک داره اکی بلا پرایز وده کرم کت عليكم السلام ورحمة الله. خير هاتي براي بارس. أبدان ياسين. ياسر يا صالح. جي من بيستويك صلاة القرن الرابع زانكوي. حمر دريج. كلام خير هاتي براي ريان. آمين يا رب. براي ريان بس سيارة كيف هل بجرى بخير أخوان وبدافنا. بلى. نشتغل زي بلى. عم جلا جد بجني ديجي إن شاء الله تجي إيك شو أنا أما تو ما شاء الله ما باري أبتهاي بجد تدي حسب كم تو المال إيه أنت نفجت كي بيشيا خالكي ودي خويني تمام ها؟ آه يعني شو بيت مروي أف هستها بيت مروف خوش شوش نك يا الله هما بسيارة إيك نصيبته دس بيكي دم بيجي حتى أنت هشت هذا خوين في تو جينا بوري أنت هشت دم هيك كوي وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا دس بيكي حتى غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
جی انشالله تو صد جواب ده. صحت تا خوش دنگه کی خوشته هیچ بر هیچ بله و صورت ما نه. الحمدلله صحت تا خوش. سوال دوی برای ریانش آیات 29 جماعت حتی سهو ایکی. 29 حتی. ازیم بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله ما شاء الله جزاك الله خيرا سؤال السيد ماهيكيش آيات الشيستي حتى يا شيستو بنجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ما شاء الله سلام الريان يعني كر فيقول طبعا أنا صرت إجازة هون بس نكمل شو ملاحظة جيسا خواننا تيجي جارنينا جزاك الله خيرا يعني كمل ما تحيد خواننا تبيك مروج دار حقنا دار كبد صحتة خوش بارك الله فيك إن شاء الله نحشر جلب خيرات جبرت نبينا وقتي
كما عندك بصيرة اشتاكين دي بلا جزاك الله خيرا جلاب خيراتي بلا رايان جلاب خيراتي بله بشك دارا كيدي اكير برحبه بلا كرم كت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تجي على بخير خير هاتي برادر هلا وسهلا بس خوف دنيا سين نوبتها عدنان مصطفى عدنان خير هاتي برادر عدنان برادر عدنان تجيب وما ورقيك بهل بجيري نضيب بسيرة بخوف بهل بجيري ورقيك دست وش مشتر رزيبة بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدة آيات الشازدي حتى يا هجدي سؤالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي وهيئ لكم من أمركم رشدا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي وهيئ لكم من أمركم رشدا أمركم مرفقة وهي لكم من أمركم مرفقة وترى الشمس إذا تزاورت وهي لكم من أمركم مرفقة وترى الشمس إذا تزاورت وإذا الشمس وإذا ترى الشمس إذا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا ساعة خش أو سؤال خلاص بس أفي تتشاوت خيني من يهدي الله فهو المهتد إيه كم من يهدي من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله ساعة خش سؤال دوية آيات تلو الشاشة حتى تلو لها جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صحت خش بس ولا دوجت بس لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ديف ده لا إلا وجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا فتحة الله ووجدوا صحة خش سؤال دمويك آية حفتي ونهي حتى هشتي ودوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما وكان تحته كنز لهما وكان تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. صحت أخوش ثم سيطرين إن شاء الله جلق الحمد لله باشتر زمان مش بسكي عز شاش بي نحن جلق باشا بس حركة بشكي هاي جهابة تماما أنا مش بركي الحمد لله تمام يعني سحكي أبوها فخشينا أي يرهقهما فخشينا يرهقهما يرهقهما تمام صحت أخوش جبر وقتي جزاك الله خيرا امناش دانو ساندنیو گلکل گلوا باخوی ما حس کردیم بس برا گلکن و وقت جنینه خودت گلتا بود خود هاری کاری تبد سرکفتی بی انشاءالله خود صحتاتا خوش کرد بشک داره که دیگر بر هف بد علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله تو گل بخیراته بس خب دنیا سین و نویته از هوگر حکمت عبدالکریم هوگر بله هوگر تو گلاب خیر هات ابراهیم هوگر پی خوش حالی تو گلاب خیر هات ابراهیم به تعالی خیر هات ما زنگ تو مش خیر تبی باهاش هوگر پانه ما هم دبیشین برادر هنر بوده ورقه که هات بیشتر قبیله بله ماست عادی برای هوگر تو کی پشیک داریت گل مات که بله تو شکی پشیک داریت گل اش زاخو گلاب خیر هات ابراهیم هوگر دیالا دفن صحه تخوش او تشترى بله يا الله كوك هوجر بله الحمد لله تو زيركه شارم شنوكي مره هي يا خدي ان شاء الله مدام تجبره تو تجاوب ديجيش ايات النظري جماعات حتى يا 21 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم
فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم لنتخذن عليهم مسجدا. هجر بجد. فقالوا بنوا عليهم بنيانا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئت تمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صحة خوش برا وزر ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني
فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ان شاء الله جزاك الله خير. بارك الله فيك برهوجي. ان شاء الله خدي ماش خيرات ببارناك سركفتي به. قلب خيرات. قلب خيرات برهوجي. اهلا وسهلا. جماعتك كاري ديجي حاضر هبت جيبت كويك هوجيري. قلب خيرات برهوجي. مش داري ديف دبلة كلام كت. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. هم درس تجلى جالس هم هذا خيرة تمازيم بس أبدونه 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 لا تبخل جميل درسة جزاك الله خيرا يعني أهلا وسهلا جالب خيرة تبرا خيرها تبرا بس خوب داني ياسين جي نظيم محمد أمينة جالب خيرة تبرا محمد محمد أمين جالب خيرة أهلا وسهلا محمد امین سوالات ایکش آیات 19 حتی یا 21 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا خوش صحة خوش برهن سؤال دويش آيات 54 حتى 57 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن من ولقد قد صرفنا مشتناني خلي درجة ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم العذاب
إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا بلى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا بيجي بس دقيقة سيدة ده ومن أظلم بلى بلى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض ونسي ما قدمت يداه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عما فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا للكافرين فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا بلى إنا جعلنا نعم إنا جعلنا للكافرين إنا جعلنا على قلوبهم نعم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ درست مغرب الشمس وجد تطلع على قوم لم نوجد من دونهما قوما لا وجد من قوم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد حتى إذا بلغ مغرب الشمس إيه؟ وجدها تطلع على إيه؟ وجدها بلى وجدها لا وجدت بلى وجدها شدا لا تطلع
وجدها تغرب في عين الحمل. بلى. وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ووجد عندها قوما ديفروتشا ووجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا. نعم كتا تشتاقوا بس نواصل به. وجدها تطلع وجدها تغرب في عين حمئة. ووجد عندها قوما قلنا نقول تمام قلنا تمام صحتها تخوش جزاك الله خيرا خد صحتها تخوش كنت جلب خيراته دمش خيرت ابي بو همكيت بله بشك داري دي اكل برهف بت بلا كلام كنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا تجلب خيراته بره بس خب داني ياسين عبد الله ابراهيم زيد عبد الله ابراهيم تجلب خيراته بخا سياره كيف حل بجيره يا بسم الله عبد الله إبراهيم. بلى. هذا السؤال إيه؟ آيات الشوز دي حتى يا هجدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن الكهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم من آيات الله وهم في فجوة منهم من آيات الله منهم وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له بلي ومن ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. بس ايش بدك تفهمهم كيف زادت خونه که زا بادت خواهد بشه که گران که چون که اگر میروی حقیقانه نداریده بوده حرف کنی و تا کلمه آیت ها دیه معنی همیه تا گاری به جا مخالف که زادت خواهد بادت خواهد وان حرف درست کرد اولا تجویده یعنی درست کردن حرف و حرکا درجه ها سره بس دا تو بزانه بود و تحسبهم و تحسبهم ایقاضا و هم رقودا و نقلبهم ذات الیمینی وزاد الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلون بينهم. بس حد خش حتى يريبي شؤيت السهدوي حتى سهو الششي سؤال دوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما موبقا. وجعلنا بينهما زرعا. بلى. كلتم جنتين آتت أكلها ولم تظلم من شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان لهم صاحبه وهو يحاور أكفرت وهو يحاور وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من وهو يحاوره يحاوره أنا أكثر منكم مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بها هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه منقلبا. سؤال دمائي كي
برأي عبد الله وهذا الصدوسي جماعة الصدوسي حتى صدده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين عملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين هم ظنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم يحسنون أنهم صنع أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم وهم يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يغبون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو با ما خالو ديار كدنگوي وكي كسري كلمات ربي كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صحادة خوشت براي عبد الله بس تو هل جاي خاندنك باشتري بو جاي حلم تجويدي وانا مالا يعني بجاي سستايتش كي خاندنا قرآنش كتب وفرق يا خاندنا بلا كتاب يعني بارن كتاب باشش براتو مسايتري جي جلق بس خاندنا تا چک سیدی که موسیقی دهی تمام ضعف کرده دهی صحت ده خوش بله بیناره هیجا و خوشتوی هم هاتی ندومایی که خده که خواه جبرنامه بریکانش برکرنا صورت الکهف دیگر ماموسا و سرپرشتی ما ماموسا فواد علی و دیگر خوشکا و ماموسا ما منتها مدا شفیق هجی هم بیشن وکو ماموسا فواد جیزانت افروکه دعنی بجده رو ما گلک زیرک بیانی من زانی خدایی تو نای تجویدی شکن یعنی خدایی تو نیت خواندن قرآنی شکن. و هجیم بیشین کوچک دک خوش کبرا بسیارت کن که اف برنامه هنی چه روزات ایده سر شاشا خبر تیوی. هجیم بیشین ل روزان یک شنبه، و سه شنبه، و پنج شنبه ل دم جمیر دهی شف دهتا پشکش کردن. و هجیم بیشین اف بری کانالی هاتی اری خستن جلای دزگه قلم پفکاری دگل کانال خبر تیوی. و ام داخواست سرکفتن بو همی پشکدار خواهد خوازین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.